ابدا الزحمه. حبيبي العزيز، أشوفك بحلق الإسلام. حبيبي حبيبي هفار، أنت اسمك يفوت بالتاريخ، حبيبي هفار، تسجل بالتاريخ وقل له هذا ابن الشروطة ابن الإرهاب يطلع هلا أنا على أبوه لو بحط قرآنه. هو ابن عايش القحبة بعد شو اسوي له؟ اي والله ابن عايش القحبة بعد شو اسوي له؟ لا اسوي القرآن فتيلة ودخل بطيز طيز عايشة وبطيز مدير هجرة السويدية. خوش انت بتفوت بالتاريخ. حبيبي حبيبي، كلامي الخاص للوكا كمان ولضيوفك الكرام، بس طلعت بس احط القنبله في اسم هذا اللي طلع وبس، هاي انا مخليه يطلع. سلوان حبيبي، انا حبيت اسلم عليك وان شاء الله برجع بحكيك. على راسي لوكا حبيبي، حكيني على الخاص من فضلك. ايه حبيبي يا اخو، حبيبي على راسي، يسعد مساك، ان شاء الله ما في غير الخير حبيب قلبي. حبيبي حبيبي، أتمنى لك كل الخير. شكرا وانا كمان والله بالمثل يا روحي، الله يسعدك يا رب. حبيبي، شكرا يا قلبي، كبس الله شارك البث. ان شاء الله يا رب تصبح على الف خير يا روحي. انت بخير حبيبي حبيبي. تفضل صباح الخير، تفضل يا ابن العايشة، تفضل. كيفك؟ شو اخبارك؟ أنا أحسن من أمة محمد كيفك؟ كليات، شو اخبارك؟ أنا أحسن من أمة محمد كليات. اسمعني سلام، لك إذا أنت ما جاي تسمع ليك أنت انزل طايح الحظ، انزل. الله. فاتح، ما دريت انت فاتح دخل جسمك، ما دريت فتحت، لا فتحت ما هسه دريت. قبل قبل انا الشباب. سلوان، اي ضربات؟ كيفك؟ كيف غلبي؟ واحد قال لي فاتح سلوان، قلت له باوع، كان والله هذا صدق فاتح. زين، شكو ماكو؟ فتحت قبل والله ساعة اخوي انا شلون؟ اليوم جاني عرض من المانيا، اشوف العرض شنو هو. كان جاني واحد اخوي اسمه كرار حلاق، قال لي اسجل لك 2 محلات مال حلاقه باسمك، باسمي اني، واسجل لك سياره مرسيدس، بس كافي تحرق القران ده تذيني والله. قلت له اخوي انا شو اسوي بالمال الحلاقه؟ هي شعرتين عندي، انت مو تقولون علي اقرع وهاي، انا شو اسوي بالمحلات مال الحلاقه؟ والله ما عندي شعر لا منا ولا منا. ثاني شيء اذا ازرع ما تقول لي منين ياخذون؟ ما ظلت ولا شعرايه. والله يقول لي اعطيك فلوس، وحتى اذا تصدقني قال لي حتى فلوس اعطيك. قلت له عمي ترى احنا شغله مبدا مو مال هاي. جيت بعدين قلت له هسه لو سجلوا لي عماير فد عمارتين ثلاثه بكل طابق احرق قران بيها مجال. شو الخطير، كان مؤدب الرجال، جدا جدا مؤدب، هو يعني شيعي، هو صراحه خوش رجال يعني. ما نعم، بس يا اخي والله يقول لي محلات مال حلاقه، هو فريسور يعني. قلت له اخي ما عندي شعر شو اسوي بيهن؟ شو اسوي بيهن؟ زين، شكو تعرفهم ماكو؟ وين توكلتوا؟ ها؟ ها بس نسينا نسلم على المسلمين، يا مسلمين خرع على محمد وال محمد وخرع على القران، اني هذا سلامي لكم شنو وسلامي جاي؟ دائما. اقول لك شيء غريب، جاي اقول ها؟ لك شيء غريب ما مسويه. من هو؟ اي والله شكو ماكو؟ والله يا اخوي ماكو شيء، انت شلونك؟ وين ما وين؟ والله قاعد ماك زين. بيت؟ ها اي شيماء طلعين متعب شرفش والله. قلت شيماء، طبقا لقول الله عز وجل فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة. وبعد ما نحرق القرآن بعد ايش قلتي؟ على مود احنا نرتاح لان قمتوا تؤمنون بالقران، انتم ما تؤمنون يا اخي، امنوا بالقران وطبقوه ويانا. يابا الجماعه طبوا، اكتسحوا الجماعه طبوا بري. حلو، عاش اي تيزو، والله لا يطبطبون. عاش تيزو. اي والله. السلوان انت تروحوا باليوم الخميس ولا بس انت سلوان؟ طلع لنا الله عز وجل، الله عز وجل طلع لنا، الله عز وجل أنا وسلوى.
صاحبنا الله عز وجل، الله عز وجل ايش اسمه. طيب نشوفكم هنيك يا عم، اذا الله اراد. تعال تعال. راح تجي يعني؟ ايه 100% يا، واذا ما في شيء ليش لا؟ نشوف ايش ايش حيوين ما نشوفه نقزه. سلوان يقول لك شلون، سلوان يعرف شلون ابدي المضارع، سلوان شلون ابديها؟ ايوه يوقع القران قبل، قبل يوقع القران مو فوق، يسوي له عمليه اسقاط. طلع الله عزل، الله عزل. سلوان هذه بدايه المضارع لا؟ طب ويهده، طب ويهده، وشلون يزق قنبله طبعا يسوي بالقاع. والله سلوان اي شيء اي شيء لك دايما دايما طلع لنا الله عزل، الله عزل طالب مايك طلع لنا يا صاحبنا، صاحبنا مسلم هو، ها مسلم بس شيعي يسوق على السنه هذا، انا ما طبيهم طب. سلوان شرفك شرفك، اخاف اروح سلوان، اخاف اروح. لحظه الله عزل سلوان، خاف اروح شرفك هاي ما تنساها كل ما تبدي المظاهره. بدايه شو تخلي، تخلي مايك مالتك على صفحه وتطلع العده وتطلع قران اخر شيء، شو تسوي؟ والجيجاره اللي تشروت هم وياها طب لهم اياها. ايش يسوي ايدك؟ بس يقولون ترى بالجواد هذا شلون هذا، وهذا المره اذا هذا هذا الملاخ موجود ها شلون مشكله؟ بس راح نتبرع نتفرع ترى، يمكن يجيكم ثالث الاخ سلوان ها يدق الناقص هم، اذا صاروا ثلاثه هاي بعد انتم سلمونا. اي والله تجيب واحد ثاني يلزم ثلاثه بزياده كان بلكي اثنين. ولا هذا سلوان بالالمانيا يا يشبهوا بعض، شيء عجب شفتوا هذيك اليوم طلع قال انا اخوه، بعدين كان يقول انا والله طلعت سويت الحركه كلهم يسبوني، قلت يلا استغل الموضوع. يخلقوا من السلواني 40 والله. الحمد لله الحمد لله. غني غني بقى نغني. كم واحد بل طب ويهده طب الحمد لله طب ويهده طب. اش قد اشتريتون؟ اش قد كان يكلفوا؟ والله كثير، كل واحد 300 كرون تقريبا 30 دولار الواحد. اوه يعني مثل ذهب، صار مثل ذهب اكثر من 30 ب 39 دولار. تتذكر سلوان، تتذكر من شرطه اجت يمي تنصب لي كاميرات باعت قرائن مسقطه داخل. الله عزل زين حبيبي، شكرا شكرا يا اخي. مشكله مشكله دولة هذا ابو العراق لك بابا، ما تكفي، ما راح يروح للعراق يا ول، ما يروح ما يروح يا ول ما يروح. شلون غبي هذا الرجال. اي ضحكتني، شكرا لانك ضحكتني بصراحه يا سلف بصراحه. طب يطب بالقاع طب. ولك ما كل العراق ما كل يا ول، لك اقول لك سمعت مال اكتر اكتر اللي اسمه اخبار مالهم؟ لا نزل الأوهام على نفسه وشهرة عبر إحراق القرآن، وجاء القرار بالترحيل بعد رفض مصلحة الهجرة طلبا من موميكا بتجديد إقامته، وذلك بسبب تقديمه معلومات غير صحيحة عن نفسه في الطلب. وقد أطلقت مصلحة الهجرة قرارها بالترحيل بعد قرار آخر يمنع عودته إلى السويد لمدة 5 أعوام. وقد اعتبر موميكا بأن سبب صدور القرار هو الضغط السياسي، وبأنه سيستأنف ويستعين بالمحامين. ولم يكتفي بذلك، بل صرح في حسابه على إكس بأنه سيقوم بإحراق القرآن الكريم أمام السفارتين العراقية والتركية، لأنهما بحسب قوله تسببتا بصدور قرار الترحيل. من جهتها أعلنت مصلحة الهجرة على لسان مديرها الصحفي بأنهم قد أثبتوا إمكانية تعرض سلوان موميكا للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية إذا تم ترحيله إلى وطنه الأم. سمعت يا مطيع مسلم ايش قالت دائرة الهجرة؟ انا شايف إيه، لا لا مو انت، مو هذول السنة يعني الحمير اسمع. لا حتى الشعب اعتبروا ان هناك عوائق امام ترحيله الفوري، ومنحوه إقامة مؤقتة تنتهي في 16 أبريل القادم. في ظل ذلك صرحت محامية سلوان موميكا بأنه وبأن الأدلة التي تم اعتمادها ليست كافية للرفض، وتشير سمعت يا مسلم ما قالوا أنه للعراق يسافروا، لأن قالوا أنه إذا راح هناك يتعذب وينكتل. غبي أنت، بس خلي
استمر بس اللوك. ماشي ما هو هذا دين رسولهم الوسخ؟ تعذيب تعذيب وقتل وذبح وصلف فيه؟ ما اعرف يعني حتى عفوا حتى الاغبياء الشيعه اللي جاي يكتبون ترى في عقيده الشيعه الاصليه اكو شيء اسمه حريه الراي والتعبير اللي عادهم عادهم مو كل شوف احنا مو كل الشيعه ترى دماغ تزيه بهم ناس مثقفين وناس مع ضد هذا الشيء صراحه اقول لك اياها بس بس هذول الزمايل بالعراق حمير اللي لازمين هسه هذا حزب الخرى هذا الصدري وهذول الحمير هذول كلهم حمير وحمير التيار خلي يجي يوسف الراف دقيقه يوسف خلي يجي سلوان ونساعدك تمام لا بالعقيده الشيعيه الاصليه او يعني ما حد مطبقها غير احنا اللي احنا جماعه الشيخ امير القريشي تعرفه ما جماعه الله عز وجل الله عز وجل بالقندره رب اهل السنه والجماعه فتصل الى سب الله ما يقتل سب المعصوم لا يقتل بل تصل حتى الى حرق القران هذا ما يقتل بس هذا السطل السطل هذا جواد بن جواد هذا مقتدى السطل والله هم عندهم واحد يلزم عوره فوق رجل اخر عادي والله شنو بدون شهوه مشكله مشكله هو هذا المقتدى اللي شويه غبي وغبي غبي غبي الى درجه فاطمه تقول الله عزل بالمحمد يعني بعد ما يريده الله السني مو المشكله هاي السالفه صعبه توصلها للعالم أنا الله السنة بس أمير بس أمير أمير القريشي نازل نازل مقتدى خوش نزله معطوب ذاك إيه ما هو ضايد شفت ايش قد مكهور مقتدى لحظة صمت يقول لهم لحظة صمت على على أرواح شهداء إسرائيل قبط لهم غير ناقصة لا يقول له اسكت لحظة صمت لحظة صمت على الشهداء على شهداء اسرائيل اسكت لك شب اسكت سلوان احنا بعقيدتنا الحدود الالهيه ما ينفذها غير المعصوم اللي يعود والله الواحد سب الله يعني شو اسمه اسمع لا حتى هيجي عندنا فد روايه شو تقول اكو رجل بذاك الوقت بزمن الامام علي صعد على منبر ويسب الامام من الصبح لليل واحنا بعقيدتنا سب المعصوم يقتل غير لولا بس هو بيد الامام فقط فدي يوم اجى الامام ويا مالك الاشتر شو هذا قوم سب الامام قدامي مالك الاشتر قال له بس اعطينا بس اذن لي انا اقطع راسه من فوق المنبر اللي هو عليه قال له لا اما سب بسب او عفو بذنب ليش؟ لان هو عالم بما يعني بعقيدتنا احنا انا ما لي غرض ما بدي اطبقها عليك وهاي بس انا ما جاي احكي كعقيده انه هو عالم بما كان وسيكون نفس هذا الرجل بعد كم سنه اجى وامن وبايع الامام فتنفيذه يكون فقط بيد المعصوم لان عالم بما كان وسيكون مثلا حتى السب مو كيف تلقى شمار وانت شايف مطلوب الك صمت على ارواح شهداء اسرائيل لا انا اسكت اسكت لحظه صمت مو قلت لك لحظه صمت قطعا بعائد خلاص انت شايف لحظة صمت على أرواح شهداء إسرائيل لحظة صمت لا لا الكب مو كيفك لا قشمر عقوبة هنا يوسف بس خليك سلوان يا تنكفك أنا قلت ثم الدين أم اللي جابتهم على المقلوبي سلوان نجم أنت تعرف البايو مالتي مال حسابي أنا كاتب مو هذا حسابي الأصلي ذاك محظور لا كاتب كنت شايل محبتك شيلة القرآن بس قلبك طلع سلوان موميكي ويلي الله راح تشويهم انت هاي هاي يعني ثلاث ساعات على دولة متقدمة ومتطورة بأسلحة أم رب نبيك ما يقدر يسويها نبيك العاطل اللي كان يكسب مش مشان يقول من راح يدفع ثمنها راح يدفع ثمنها الأبرياء راح يطيرون عليك الاف 16 الاف 15 الاف 38 الاف 39 يففون يمكن بعايشه كله راح يففون بعايشه توقع بها الناس الابرياء وانت فرحت لمده ساعتين ونشرت لك فيديوهات والحمد لله الله اكبر الله عزل بالقندره هاي التصرفات الرعناء الطفوليه مو طفوليه هاي التصرفات الجاهله اللي تصدر من اناس مو هم هاي مشكله هذا دينهم هذا دينهم
يفرحون ساعة ساعتين، بعدين من يطقونهم بالقندرة آه يا فلسطين لا تتأذي يا شباب شاهدوا الأبرياء. منو سببها؟ منو سببها؟ سببها اللي شغل الدودة العائشية وراح يتحرش بدولة فتاكة. فتاكة هي دولة تعترف فتاكة، ليش تتحرش بيها؟ انت بوسكت، انت مستضعف، انت مستضعف، كل واحد يعرف نفسه. هذا واقع أخواني، واقع. أنا أتكلم للناس الأبرياء من الطرفين، من الطرفين أبرياء، ما أتكلم على القوات العسكرية. عساهم بالقتال واحد يقتل الثاني، ناس أبرياء، ناس قاعدة بالشقق يهجمون عليهم ويقتلهم. مستضعف، 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 كل واحد يعرف نفسه. هذا واقع أخواني، واقع. أنا أتكلم للناس الأبرياء من الطرفين، من الطرفين أبرياء، ما أتكلم على القوات العسكرية. عساهم بالقتال واحد يقتل الثاني، ناس أبرياء، ناس قاعدة بالشقق يهجمون عليهم ويقتلهم. ذولا قاعدين ببيوتهم راح تطير عليهم طيارات تقصفهم، وذولا كالجريدية شردة واللي ضربوا، وذولا العساكر ما موجودين راح يطيرون يقصفون. يوقع بها الأبرياء حركات رعناء، يوافقهم منو؟ الأغبياء. الأغبياء يقول الله الحمد لله الحمد لله الحمد، راح ينعلون أم دينكم، راح يعطوكم كلكم بقبة الصخلة، يضحكون عليكم، راح يلعبون بكم لعب لا يبقونكم لا نسوان لا أطفال لا شباب، أنتم تدفعون ثمن، ما حد يدفع. ترى بقية الدول سنة الخليج وسنة العراق والدول هاي ترى بس لايكات، لايك وبارك الله بكم، طواكم الله، صبركم الله. انت راح تدفع ثمنها بعدين، راح يطبون يشقونك شق، انت وعرضك وعرض نبيك، شلون الفبر والفاجر يدخل، بس انتم ما تتوبون. هي المشكله مد يعني مو بيتكم، مرض، مرض. اجي اخواني، ترى مو بسهوله تصدر ضد محتل، مو بسهوله. واحد يتكلم بانصاف، يعني فتوى تصدر ضد أمريكا، أنت شنو عندك حتى تصدر ضد أمريكا؟ راح تصير بقر. شلون صدام جيشه سحقوا سحق من دخل الكويت؟ أمريكا شنو سوت بي؟ هذا طريق، طريق البصرة معروف، إيش قلت؟ نص مليون راح، مدري 300,000 جندي عراقي، مستضعف، مستضعف، ويلعب يدفع لنا ويجيش منا ويضرب منا. أنت مستضعف، عرف حدك، يعرف مقامك، حافظ على أرواح الناس. ليه تجي تطاقق وبعدين تطيح بالأبرياء؟ والحمد لله على نظر فدان على أبوك يا أبو حتى سكبة الصحوة. الناس راح تشتت الآن، راح تطير عليكم الطيارات على دين دينكم، سنن النبي تكفركم به. والله الحمد لله فرحنا ساعتين، فرحت ساعتين؟ تستلموا طبوهم بري هالمرة. سلوان، سلوان ساعد يوسف الوحش، هذا يوسف الرافضي طالب قست. سلوان شلونك حبيبي؟ استاذ لوقا شلونك حبيبي؟ انا دخل لي دياره وضع لكم حبيبي. حبيبي سلوان، عفوا حبيبي. الله مو بث ديني، ما اريد احكي بالدينيات، انا عندي مشكله وفاتح بث لحتى يعني اجمع الدعم للورطه اللي انا بيها، فما ما اريد احكي بالدينيات. طيب يا خير. يا حبيبي غسان، مساء الخير. مساء النور حبيبي سنور. حبيبي القلب. معنوياتك عالية دائما. لا عالية عالية، و هذا أهم شيء. ما يهزوني هذولا، رغم خطورة الموقف حبيبي غسان، ولكن ما يهزوني هذولا، يعني ما حاسب لهم حساب. انت هزيت المكون مالهم كله بكل العالم، شلون يهزوك؟ انت وسلوان، انت وسامي هزيتوا المكون بكل العالم، يعني لا القنوات كانوا يهزون هذا الشيء، لا زكريا، لا رشيد، لا وحيد. اللي سويته انت وسلوان هزيتوا غسان. الإسلام ما يواجه بالفكر والفلسفة أبدا. لا مو أنا هذا أقوله دائما، كنت مو بهالطريقة، هذا هذول مو مال تتعامل وياهم بهاي الطريقة، لأنه شلون عندهم هذا اللي أسلوب اللواتة، تعرف شلون هذا اللي يفرون الأمور دائما
كلها في صالحهم، لا فمو وما ما عندهم عقل، تتعامل وياهم بهاي الطريقة، ما عندهم صح؟ عقل، لو عندهم عقل نعم كان نقدر نواجههم بالفلسفة والفكر والنقاش والحوار، ولكن لان ما العقل ما تتحاورش، ما تتحاور وياه، لان هو عرف الحقيقة وحده. يعني انتوا تحكون عفوا سلوان، ترى الشيخ القريشي قدم لك طلب هو، او مو قدم طلب، انما صرح قال يقدر يجي ونتناظر انا وياه ونتحاور باللي يريده، وهي حريته بالنهاية من حرق القرآن وغيرها. يا حبيبي حبيبي، انا مو ما اناظر مع اشخاص يؤمنون البغل يطير ونمله تتكلم تلعب شناو، ما اناظر بهيجي امور حبيبي. انا مع شخص يؤمن بهاي الامور، يعني كيف راح اناظر معه؟ بشو؟ راح يقول لي من هو الاول، الدجاجه ام البيضه؟ لا البيضه ممكن تكون اول عادي جدا لانها بروتينات عادي تتشكل، فما اناظر بامور سخيفه، انا عابر هذه المرحله. شخص يؤمن بالسخافة ما أقدر أناظر وياه، هاني ما أقدر. طيب ما هاي البغلة اللي طارت وغيرها، بهاي معجزة من الله، هاي شيء خارج عن نطاق الطبيعة، فهو معجزة. أنت منين تعرف؟ وين صارت شو منين؟ معجزة هسه؟ وينها؟ وين وين صارت صارت؟ معجزة؟ اجتنا هاي المعجزة بالروايات، وافقت القرآن، وافقت أنت مصحف وين؟ عفان. أنت شفت شيء؟ أنا ما شفت شيء، ولكن كل الأديان اليوم اجتك نقل لا عقل. أرجوك لا توجع لي راسي، أرجوك ببيضة وعظمالي يطير وهاي لا توجع لي راسي، ترى أنا بغير حالة وما استحمل، يعني فدوى لقلبك، فدوى لقلبك. محمد الطائر يعني في السجنان، يعني أصلا إنسان قرضي يعني من سداكة.